ده يعتبر آخر سيكشن ليكم معايا، بالشكل ده نكون خلصنا كل المنهج ومفيش قدامكم دلوقتي غير التركيز في الامتحانات. والجدع فيكم بقى اللي يبقى يلاقي شغل. وعموما أنا موجود في مكتبي لأي أسئلة ومستعد أساعدكم في أي حاجة إلا حاجة واحدة بس، طلب الوظيفة. ودلوقتي اتفضلوا. مالك يا سهام؟ بقالي 6 سنين مش عارفه اخد المؤهل ده لحد ما اتعقدت. بس انت شاطره قوي يا سهام. ما هو انا اي ماده بذاكرها ببقى شاطره فيها، لكن هجيب منين وقت لكل المواد دي؟ بس اجمل حاجه انك ضامنه شغلك بعد ما نتخرج. شغل؟ فكرتيني، ده انا معايا رسومات مهمه قوي لازم اعتمدها لمشروعات المحافظه. عن اذنك سهام، في حاجه؟ تقدري تشغليني معاكي بعد ما نتخرج؟ مش لما نتخرج يا عالم. مع السلامة. والله يا باشا لولا توجيهات سعادتك كان زمان الشركه دي اتباعت من زمان يا باشا. ده سعادتك رمز لاصول الاداره. المفروض حضرتك تالف كتب ومراجع يا باشا في فن الاداره. هيحصل. صباح الخير يا عظيم باشا. لا هو على مكتبي يا عم طوخي، واعمل حساب الاستاذ فريد والاستاذ شعبان معايا. وانا يا باشا كنت محتاج دقيقه من وقت سعادتك. ابعت لك يا استاذ حسن. خلاص خلاص يا جماعه اتفضلوا على مكاتبكم، الباشا مش عاوز يزعجك. اتفضل. سمعتم الباشا قال ايه؟ ما تودوناش في داهيه، اتفضلوا. عم طوخي ارجوك، وبفكر الباشا بيا. اتفضلوا. زيد فضلك يا باشا. فرجوني تقارير التفتيش الاداري مكتوب فيها ايه. ايه ده؟ حضراتكم بتتعزموا على بعض؟ فرجوني تقارير المخازن الاول. احلف لك بيه يا باشا، العجز اللي في العهده دي انا ماليش اي ذنب فيه. ايه ده كله؟ ايه ده كله يا استاذ شعبان؟ كل ده عجز في عهده مخزنك؟ دي تقارير مبالغ فيها يا باشا، انا كل اللي ناقص من عندي شويه حاجات بسيطه كده. 2 صالون واوضه نوم واجهزه مطبخ وتقول لي حاجات بسيطه؟ الله الله الله، وكمان اجهزه كهربائيه. معلش يا استاذ شعبان انا اسف، سوري. الموضوع ده لازم يتحول للتحقيق فورا. شوفوا يا جماعه عشان نبقى واضحين من الاول، انا شعاري الشرف والامانه، انا ضد اي سرقه. بس دي شوية تلفيات يا باشا وردتها للمصانع، لكن الأذونات ضاعت بسبب إهمال موظف جديد عندي. حضرتك يبقى قول الكلام ده في التحقيق يا أستاذ شعبان. دي أموال عامة ومسؤوليتي إن أنا أحافظ عليها. وأنت يا أستاذ فريد، إيه أخبار العجز اللي عندك في الموازنة العامة؟ عم طوخي الباشا طلبني ولا لسه؟ يا سيدي لو طلبك هقول لك، أو هو هيتصل بيك. طب لما تدخل له وبفكره بيا تاني. حاضر حاضر، روح شغلك بقى عشان ما تأذيش. يلا يا ساتر. بسرعة شوية. حاضر يا فندم. يخرب عقلك يا شعبان، مش كنت تفكرني؟ المهم يا باشا يكونوا مريحين سيادتك، ولا تحب اغيرهم لسعادتك؟ والله ما انا فاكر يا شعبان هما موجودين فين. يا ترى هما في الفيلا ولا في شقه المهندسين ولا في الشقه اللي انا بعتها بعفشها الشهر اللي فات؟ فداك فداك يا باشا، مليون اوضه نوم ومليون صالون كمان. المهم هنساوي المساله دي ازاي يا باشا؟
شكلوا لجنه من ناس بتثقوا فيهم واعملوا تسويه شامله لجميع المخالفات. وهحط سعادتك رئيس اللجنه عشان نغطي عجز الميزانيه بمكافئات كبيره تسدد مكانها. شوف بقى اعملوا اللي انتوا عايزين تعملوه، انا مش عايز وجع دماغ. الله، انت واقف بتعمل ايه عندك يا طوخ؟ ده الاستاذ حسن قال لي افكر سعادتك بطلب. حسن ده يا باشا خلي بالك منه، انا شاكك فيه، حاسس ان ورا حمله التفتيش الكبيره اللي بتحصل اليومين دول. طيب اتفضلوا انتوا دلوقتي. شكرا يا باشا. مطوخ خد ال 10 جنيه دي، حلاوه رضا الباشا عننا. و10 مني كمان جدعان. ها ربنا كريم. اتفضلوا يا معلم. الو، المراجعه الماليه، خلي الاستاذ حسن يجيني فورا. طلع لي منين حسن ده؟ اوعى تفتح بقك بكلمه يا عم طوخي. يا سعاده البيئه انا مالي، العهده عهدتكم والمصلحه مصلحتكم. بقول لك يا شعبان، تفتكر عبد العظيم بيه هيعدي المساله دي على خير ولا هيرجع في كلامه ساعه الجد؟ هيعديها غصب عنه، ده نص العجز اللي في عهدتي راح لبيته ولقرايبه. لكن مفيش أي مسؤولية عليه. وأنا عبيط يا فريد؟ ده أنا ماسك عليه حاجات قد كده، لو حاول يغرقني هشده أغرقه معايا هو الأول. لا، ما تخافش عليه، تلميذي. اطمن. الملف ده فيه كل الغلطات اللي قلت لي عليها. كله بالأدلة والمستندات. طب اسمع كلامي انا، بلاش تسلم عبد العظيم به اصول المستندات، وسلمه ملفه بالصور وبس. طب ما هيسالني على الاصول. انكر انك تعرف مكانها. حاضر، بس انا كنت عايزك في حاجه تانية اهم يا مدام سناء. قول يا حسن. عايزك تتوسطي لي عند عم طوخي. عم طوخي الساعي؟ ليه؟ العمر بيجري بقى، ونفسي الاقي بنت الحلال اللي اتجوزها. طب وايه دخل عم طوخي بالموضوع ده؟ ما انا عايز اتجوز بنته سهام. يا نحنوح، جرى ايه يا حسن؟ انت تتجوز بنت طوخي الساعي؟ ايوه، انت ما شفتهاش، بنت زي القمر. انا شفتها مره واحده، ومن ساعه ما شفتها مش عايزه تطلع من دماغي ابدا. انت فين يا استاذ حسن؟ الباشا قالب الدنيا عليك. سهام لسه ما جاتش يا امل؟ لسه يا حاج. طب اول ما توصل خليها تدخلي على طول. حاضر يا حاج. ايه يا امل، في ايه؟ الحاج راضي كل شويه يسال على سهام وهي لسه ما جاتش. النهارده عندها امتحان في الكليه؟ لا، دي راحت المحافظه عشان تعتمد تصميم المشروع الجديد. قلتيلي بقى، يبقى له حق يقلع عليها قوي، لانك ما تعرفيش الحاج مهتم قوي بالموافقه دي قد ايه. انا واثق يا حاج ان المهندس فتحي في المحافظه هيركن المشروع للدراسه شهر بحاله قبل ما يوافق عليه. بس انا ثقتي كبيره في سهام. ده مهندس غطت ويعطل المراكب السايره، اسالنا انا. ربنا يستر. المهم يا حاج، كلمتلي سهام؟ في الحقيقة ما قدرتش، وخصوصا ان عارف انها مخطوبة. خطوبة ايه يا حاجة دي اللي بقالها 6 سنين؟ يا سيدي هي راضية. طب اعرض عليها الموضوع تاني، مش جايز تكون غيرت رأيها. وبعدين انا عاوز اتجوزها على سنة الله ورسوله. يا اخي، ما انت متجوز وعندك عيال في الجامعة، عاوز تتجوز تاني ليه؟ يا حاج انا في وادي ومراتي وعيالي في وادي تاني. روح عيش معاها في الوادي بتاعها. دي خلاص ما بقتش حاسة بيا، عايشة لنفسها ولعيالها وبس. أنا شايف إنك تنسى موضوع الجواز ده خالص، خصوصاً إنك دلوقتي مهندس استشاري معروف وأولادك محتاجين لك. يا حاج، مراتي وولادي محتاجين فلوس وبس. أنا ما بقدرش أقول لعيل من عيالي ده عيب ولا غلط، وإلا بقى إنسان راجع ومتخلف وبزرع الجبن في قلب العيال. سهام وصلت يا حاج. خليها تدخل فوراً عشان خاطري يا حاج أكلمها تاني. حاضر، عشان خاطرك هكلمها، بس بقى انت المسؤول لو قالت كلمة كده ولا كده.
قاعدة ليه يا سهام؟ ما تدخلي. مادام الزفت اللي اسمه أمجد ده جوه مش هدخل. ليه؟ ده حتى بيعزك قوي. ده راجل عينه زايغة، أنا فهماه كويس قوي. إيه يا أمل؟ سهام ما دخلتش ليه؟ أيوه. أيوه يا حاج. أنا هدخل لك لما تبقى لوحدك. في معلومات سرية هقولها لك بيني وبينك. حاضر يا حاج. يخرب عقلك، إزاي قدرتي تقولي له كده؟ لأني تربيت على كده. أنا بنت عم طوخي الفقير الشريف. كلام إيه اللي بتقوليه ده يا ست سناء؟ إيه مش عاجبك حسن؟ ما قلناش حاجة ابن حلال، بس إيه؟ بس بنت مخطوبة. يا سلام، هو في خطوبة في الدنيا بتقعد 6 سنين يا طوخي؟ أنا الله، أنا كان نفسي أشيل عيالها، لكن خطيبها مسافر الخليج بقاله يجي 6 سنين دلوقتي وهي مستنياه ومتمسكة بيه. الله، وإيه اللي مصبرها العمر ده كله طالما هي جميلة وبتشتغل ومنتسبة لكلية التجارة؟ بتحب خطيبها يا ستي. آه. يا ما قالها عرسان وهي ترفضهم عشان خاطر. قولي، هي عندها كم سنة دلوقتي؟ هي اتولدت امتى طوخي؟ هي دلوقتي ماشيه في 30 تقريبا يعني. بقى مش حرام عليك يا راجل تسيب بنتك متعلقه السنين دي كلها في حبال دايبه عشان ايه؟ طب وهنعمل ايه؟ وبعدين بيني وبينك يا ست سناء، انا معيش مصاريف الجهاز وخايف يطب عليا واللي عاوز اتجوز. مش هيغرمك ولا مليم، وهو اللي هيجهز كل حاجه، الشقة والعفش والهدوم، ده غير انه مهندس استشاري كبير وعنده مكتب محترم ومتجوز وعنده 3 عيال، اصغرهم في 3 اعدادي واكبرهم في 3 جامعة. دي مشكلته هو، انت مالكيش دعوة. يعني ايه مشكلته هو يا حاج؟ يعني عشان هو راجل يتحكم في مصير 2 ستات؟ اللي اعرفه منه انه مش مستريح في بيته ومن حقه يدور على راحته. واللي انا واثقة منه ان واحد زي ده يستحيل يعلن جوازه على واحدة تانية. ده بالكتير عايز واحدة حلوة يتجوزها عرفي ولما يتزنق يرميها ببلاش. اصل الكلام انت مش موافقة؟ طبعا لا يا حاج. وبعد اذنك لو لينا شغل بعد كده مع الدكتور امجد اعفيني انا من التعامل معاه. لا، لغاية هنا وما اسمح لكيش يا سهام. انا صحيح بعملك زي بنتي، لكن ما تنسيش انك سكرتيرتي الخاصة ومصلحة الشغل في المقام الأول. عندك حق يا حاج، أنا مجرد سكرتيرة بمؤهل متوسط ملهاش لازمة، لكن أنا هاخد البكالوريوس بإذن الله ومش هشتغل الشغلة دي تاني. أنت زعلتي؟ يا حاج ما أنت كل شوية تعايرني إن أنا سكرتيرة ومليش اي لازمه، وان كل الشغل اللي انا بعمله ده ممكن اي حد تاني يعمله. اعمل لك ايه بس يا سهام؟ ما انت اللي بتوصليني الكذب دلعك ده. دلع؟ هو فين الدلع ده؟ ده انا طلع عيني النهارده في المحافظه عشان اخد الموافقه على المشروع الجديد. عارف، ومكافئتك موجوده عندي، بس ما تنسيش انك بتشتغلي باسم الحاج راضي اللي بتنفتح له كل الابواب. يعني برضو في النهاية أنا ولا حاجة. شكرا يا حاج. اسبقني على العربية. حاضر يا فندم. السلام عليكم عم طوخي. أهلا يا أستاذ حسن. هو عبد العظيم بيمشي؟ لسه خارج حالا. طيب انا كنت عايزك في خدمه عم طوخي. عمر يا ابني، كان في ملف مهم اديته لعبد العظيم بيه ونسيت اخد صوره منه. انت عاوز توديني في داهيه ولا ايه؟ ممنوع اي ورقه تخرج من مكتب الباشا. يا عم طوخي، الملف ده بتاعي انا، وانا اللي مديه للباشا بايدي، بس نسيت اخد صوره منه. بكره الصبح تفوت عليا وانا اقول للباشا وصور لك اللي انت عايزه. مش هيرضى، انا اللي غلطان، يا ريتني سمعت كلام مدام سناء. انا كمان ما اقدرش اودي نفسي في داهيه عشان خاطرك. يا عم طوخي،
انا اقدر برضه اوديك في داهيه. ده انا عايز اناسبك، ده انا بحبك يا عم طوخي. يا ابني ما تقعدش تزن على ودان، الله يخليك. محدش هيضرب حاجه صدقني، الباشا بنفسه معتقد ان انا معايا صوره من الملف. صدقني انا عايز احمي نفسي يا عم طوخي. صور له الملف يا طوخي، ده حقه. وبعدين انا هفضل واقفه لغايه ما كل حاجه ترجع مكانها. اهي مدام سناء وكيله الفرع بنفسها بتقول لك صور له، يعني هي هتحميه. انا اسف، ما اقدرش اخون الراجل اللي وثق فيا وسلمني مفاتيح مكتبه. اتفضلوا، انا عايز اقفل المكتب. اتفضلوا. وعليكم السلام ورحمة الله يا بنتي. ازيك يا سهام؟ الحمد لله. مفيش أي أخبار جديدة عن أيمن يا عم حمزة؟ ما أنت عارفة يا بنتي، أنا عايش في البيت ده ضيف، يا دوب بروح على النوم. حماتي بتستخسر تقول لي أي أخبار عني، مع إنه بيتصل بيها باستمرار. التليفونات رخصت دلوقتي، ما تدخلوا تليفون عشان خطيبك يتكلم معاكي على راحته. أنا خايفة يستخسر فيا تمن المكالمة. ما تقوليش كده يا سلام، ده بيحبك، بيحبك قوي. يا عم حمزة أنا بقيت بشك في كل حاجة، حتى في حب أيمن ليه؟ عن إذنك. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فيه يا رب؟ سهام عدية عليا ما رضيش تسلم عليا. تلاقيها مش شايفة قدامها، أعذرها، الله يكون في عونها. بصراحة بقى اللي بيعمله أيمن أخويا ده اسمه أنانية ورخامة كمان. 6 سنين يابا، 6 سنين يربطها جنبه على دبلة ولا كأنه شراها. طول ما سره مع عمه يبقى عليه العوض. فضها سيرة، فضها سيرة وقولي عيالك عاملين معاك إيه؟ الحمد لله يابا، نحمده على كل حال. اما عندي ليكوا حبه اطقم ملايات، انما ايه هتتهبلوا عليهم. فرجينا يا اختي. فرجينا. شوفي شوفي دي كروهات على ورد، مش هتلاقي اختها في اي حته. ليه يا اختي؟ هو اللي عملها ما يعملش غيرها؟ اتفرجي بس اتفرجي، وانا متاكده انك هتاخدي منها لجهاز بنتك. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. اهلا يا سهام، عقبال جهازك يا حبيبتي. متشكره. سهام استني، جالك جواب من عريسك. بجد يا ماما؟ ايوه يا حبيبتي. طب هو فين؟ شلتيه فين؟ شلتيه فين يا سيده؟ يا ماما افتكري. استني يا بنتي هفتكر اهو. على المكتب في اوضتك. اللي قولي لي يا اختي، هي لسه مخطوبه لابن حمزه البقال ولا خلاص سابته؟ حبيبتي ونور عيوني سهام، خلاص يا روحي، حلمنا الكبير هيتحقق ونتجوز. تقدر تعدي 60 يوم وهتلاقيني قصادك. حبيبك أيمن. بنتي. ماما أيمن جاي، أيمن جاي. راح فين دلوقتي؟ هفرح عم حمزة. شفتي بقى يا ام سهام يا حبيبتي وشنا حلو عليك ازاي؟ لازم بقى تكرمينا في السعر.
لا 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 يا سهام مالك في ايه؟ ايمن راجع، ايمن راجع خلاص وهنتجوز. حلو تمام، وانت رايح على فين كده؟ رايح على حماتي بوز الاخص افش غلي فيها. بقول لك ايه، لو ردت عليك ولا قالت لك تت التلاته كام قولي لي وانا اقلبها لها ضلمه. ما تخافش عليا، انا اعرف احرق دمها كويس. اوعى بقى. ايه الحكايه يا صالح؟ مال اختك بتجري على ملا وشها؟ مالكش دعوه باختي يا انور. ها يا سيدي بسال بطمن، يمكن اقدر اقوم بالواجب. بقول لك واجب يا انور، ما تيجي معايا على القهوه وانا اقوم معاك بواجب على حق ربنا. ايه المناسبه؟ هنعيده تاني يا صالح، ما انت عارف، ما انا نفسي اتجوز اختك. وانا قلت لك اخت مخطوبه، وعيب عليك انك تطلب ايد واحده مخطوبه. وانت فاكر ان ايمن ابن حمزه هيتجوز اختك بصحيح؟ ما اتجوزهاش ليه؟ مش خطيبته؟ والله المعلومات اللي عندي بتقول غير كده. معلومات؟ معلومات ايه يا ابو معلومات بقى؟ انا سامع ان امه بتدور له على عروسه بنت ناس، واليومين دول دايره في صحوبيه مع مرات المعلم شحاته تاجر الماني فاتوره. عارف الكلام ده لو طلع مظبوط؟ ايه هتجوزني اختك؟ لا، هدفن ايمن وامه في تربه واحده متشرحين. يا اهلا يا اهلا يا اهلا وسهلا بعروسة ابني. خطوة عزيزة يا سهام. يا عزك يا نينا. بقول لك ايه يا سهام، ايه اللي فكرك بينا يا اختي؟ وايه اللي انت لابساه ده؟ وانتوا ما عندكوش علم ان ايمن جاي مصر كمان شهرين؟ معقولة يجي قبل ما يكون نفسه؟ ليه؟ هو لسه ما كونش؟ الله اكبر الله اكبر، عينك في حفرك يا ساتر يا رب. هتقر على الواد. اقر؟ دي كل دقيقة غابها أيمن، ضاعت من عمري أنا مش من عمره هو. عموما يا حبة عيني، هو ياما قال إنه جاي وبعدين ما جاش. عموما يا حبيبتي اصبري لحد ما يصدق في كلامه. صبرت لحد ما فاض بيا. هو أنت يعني كنت صبرتي بخطرك يا أختي؟ تقصدي إيه يا فريدة؟ إن أنا مرهونة بدبلة ست سنين عشان مش لاقيالي عريس؟ يو وماله يا اختي، فيها ايه لما تستني عريسك؟ ده البنات متلقاحة مش لاقين عرسان اليومين دول. معاكي حق، ما هو لو في عرسان كان زمان فريدة اتسطرت من زمان. نعم نعم نعم، قصدك ايه؟ قصدك ان انا عانس وقاعده مش لاقي عريس؟ انت ساكته ياما. الله 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 الله، لا يا سهام ما يصحش يا حبيبتي. الله ما تزعليش حمتك منك. وبعدين يا حبة عيني ادعي لها دعوة، يمكن ربنا يسهلها لك انت كمان. انا الحمد لله ربنا سهلها لي وهتجوز بعد شهرين. ايمن اللي قال لي كده. اسم الله، عشان ابليس في الجنة. حد يقول يا اختي ان الاخ يتجوز قبل ما يجوز اخته ويطمن عليها؟ دي عايزة لها عمر تاني. وماله يا اختي، سلوينا كده، عيلتنا كده، ما عندناش اخ يتجوز قبل اخته حتى لو قعد 100 سنة. انا مستعدة استنى ايمن 100 سنة، بس بقولوله عن اذنك بقى احسن، الوقت بيجري، يا دوبك الحق اخلص جهازي. ابي خدي الباب في ايدك. عاجبك كده ياما الفرسه اللي هي بتفرسها لي دي؟ اما لو عرفت ان ايمن كل الاجهزه اللي في البيت دي بعتها من بلاد بره علشانها، كانت عملت ايه فيا؟ والنبي ولا طول منها فتله ابدا. ايه؟ ولا جهاز من الاجهزه الكهربائيه اللي جوه دي ممكن تاخدهم. انا كل ده شغال جهازك انت يا عين امك. امال يعني هنزرع عينين العرسان بايه؟ انا مش مهم عندي ياما اني اتجوز، المهم البت الصفرويه ديت ما تتجوزش اخويا. Thank you.
ممكن ده يحصل يا أيمن. لا لا مستحيل. أنا لا يمكن أكون غلط. أنا واثقة أن أنت بتحبني زي ما بحبك. أنا واثقة في حبك يا أيمن. واثقة واثقة. سهام انا عايز اقولك حاجه مهمه قوي. كنك توافقي تتشبكي بدبلة عشان نرتبط ببعض ده جميل عمري ما هنساه. المهم انك انت تستغل فرصه السفريه دي عشان تعمل مستقبل لينا احنا الاثنين. لو اتاخرت عليكي ما تقلقيش، لاني مش ناوي ارجع الا بعد ما اعمل فلوس نعوض بيها عذاب الفقر اللي شفناه. مش هقلق لاني واثقه من حبك. سهام اوعي تفرطي في دبلتي لو اتاخرت عليكي. ما تخافش، نفسي ارجع الاقيكي واخده بكل دروس التجاره. القهوي انت ايه هتغيب 4 سنين؟ وجائز اكتر كمان، فيها ايه؟ لكن لو خدت اجازه ونزلت مصر وشفت عينيكي مش هقدر افكر ابعد عنك تاني ابدا. اعمل ايه بقى؟ مش هقدر. عارف يا ايمن، عارف بقيت ايه بعد 6 سنين؟ بقيت بايرة أختك العانس بتعايرني بوفائي ليك وبتقول لي يا بايرة. اللي مادتين مش عارفة هخلص منهم امتى. ادخل. عطلك عن مذاكرتك؟ يا ريت كل العطلة زيك يا بابا، ده انت بتهون عليا تعب اليوم كله. مبروك يا ستي على الاخبار الحلوة اللي سمعتها من امك. بس المهم انها تبقى اخبار صحيحة. ليه؟ هو كان قالك قبل كده انه راجع ومرجعش؟ لا، أيمن عمره ما كذب عليا، ده حتى كان بيكذب على أمه ويقول لها إن هو راجع ويبعت يقول لي إنه بيقول لها كده لأنها ما بتبطلش طلبات. طلبات؟ طلبات إيه؟ يعني حاجات ماليش دعوة بيها، بتشتكي من الفقر وتطلب منه فلوس وهدايا. طب الحمد لله، ليه الخير في أهله؟ مش عارفة ليه يا بابا، حاسة إن الجوازة دي مش هتتم. بعد صبر السنين دي كلها ده يبقى حرام. أمه واخته مش ناويين يجيبوها البر. على كل حال انت مفيش اكتر من غسانك، اقربهم الاستاذ حسن اللي بيشتغل في المراجعه عندنا في الشركه. لا حسن ولا حسين يا بابا، انا لو ما اتجوزتش ايمن مش هفكر في الجواز تاني خالص. هتتجوزيه باذن الله. قولي لي بقى حوشت كام من مرتبك عشان نعمل حسابنا على الجهاز اللي فاضل لك؟ حوشت هما 2000 جنيه بالعافيه. بس اعمل ايه في اخويا صالح؟ كل ما حوش لي قرشين يفضل يدور عليهم لحد ما ياخدهم، واخيرا فتحت دفتر توفير. بس ده قليل قوي يا بنتي. يا بابا ما تنساش مصاريف الجامعه والكتب، هما دول شويه. قولي يا بنتي وقت الله يعين الله. تصبح على خير. وانت من اهله يا بابا، ما تشيلش هم يا بابا. ايمن لما يرجع ولو كانت الايام ما غيرتوش مش هيخليك تتكلف مليم واحد. انا عارفاه. تقدر تقول لي ما نمتش ليه؟ السرير بتاعك فيه اكلات. قلبك اللي فيه اكلات اجيبها لك تدفيه؟ اجيبه لك يمرجح لك السرير يا ست. وانا مش احسن من عبودي توتي توتي كراميلا؟ بستك عقربه بسك لوي قط الفك حديد يا رب تموت. مش قبل ما امشي اتجوزت؟ انتوا هتتجوزوا امتى؟ انا عمري ما هتجوز. مين يامن لصنف راجل دون غشاش مش انا بدقن عيره؟ مين يامن لصنف ست غشاش خايف مخطوبة؟ انا مش مخطوبة. امرض ده يبقى ايه؟ خطيبي انا؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. قومي يا بت، قومي حضري العشاء لابوك. استني بس الحتة دي حلوة قوي انا بحب اتفرج عليها. اسكتوا اسكتوا دلوقتي. جرأة يا بت، هتفضلي كده على طول متشحتفة على كل مناظر الحب اللي بتشوفيها في التلفزيون والافلام؟ استغفر الله العظيم، هتاكلونا ولا لا؟
يا اختي بشويش مش كده، اللي يشوفك يا حبيبي يفتكر انك انت جاي خبط الباب برجلك وشايل فوقتك شيء وشويات. والله اللي بيجود بيه ربنا بدهولك يا حسرة على ايه؟ على الملاليم اللي بتجيبها من بيع اللبان والنداغة. اوعى تفتكر يعني ان البيت مفتوح بالملاليم اللي انت بتجيبها دي. يوه مش هقعد اتفرج على الفيلم في الليلة السودة دي، انا هخش افتح التلفزيون اللي في الكرتونة بتاعت ايمن. ها اوعى تمد ايدك على حاجة اخوك اللي بعتها من برا. خش يا بنت، خش اتفرجي براحتك، بنت سيدة مش هتتفرج احسن منك. يا وليه خاف يا ربنا، ده شقى الواد في غربته. اوعى تفتكر انه بعد ما يتجوز هنطول منه اي حاجة. وانت عايزة تطولي منه ايه تاني؟ هو انت ما بتشبعيش؟ ده من ساعة الولد مسافر وانت في كل مكالمة تطلبي منه شيء وشويات. بعمل حساب الغلبانة المكسورة اللي جوه دي لو جالها عريس مين هيشورها؟ اخواتها ولا انت بالملاليم اللي بتجيبهم؟ دي الشقة اتملت كفاية كده، ولما يبقى يظهر لها ابن الحلال يعدلها ربنا. خص عليك، خص عليك راجل ما تتكسفش. بتعيرني؟ بتعيرني ان بنتي ما اتجوزتش لحد دلوقتي؟ ده بدل ما تدور لها على عريس ابن حلال. يعني ايه؟ ادلل على بنتي؟ المثل بيقول اخطب لبنتك ولا تخطبش لابنك، لكن انت بقى ما فيش فايدة، ما منكش رجا. اختش اختش يا زكية، عيب الكلام ده. خلاص اسره، سيبني انا اجوزها بمعرفتي. يا زكية بطلي فضايح، انت اخبارك بتوصلني في الدكان وببقى واقف مكسوف، مفيش بيت في الحتة تعرفي ان فيه شبان الا ما تعرضي بنتك فيه. قطع لسان اللي يقول عليا كلمة انا وبنتي. لا انا بسيب البنت تخرج بس بدل كتمتها في البيت. بخليها ترفه عن نفسها. حول ولا قوة الا بالله، ترفح عن نفسها؟ كن يا زكية في البيت اكرم لك، وفوضي امرك لله، لان كل شيء في النهاية اسمه ونصيب. طيب حاضر يا ابو المواعز، بس انا عندي كلمة واحدة ومش هتنيها. ابنك ايمن مش هيتجوز الا بعد ما بنتي تتجوز. انت جرى لعقلك حاجة يا زكية؟ هو ده اخر كلام عندي، فاهم؟ انا ما عنديش استعداد ابدا ان بنت تتقهر عشان بنت سيدة تتهنى. هدخل ملف المرتبات للحاج راضي، يمكن يفتكر اننا بقينا اول الشهر. طب ما تنسيش تفكريه بالاجازه بتاعتي عشان الامتحانات. طبعا يا سهام. ما شاء الله، ولا حول ولا قوه الا بالله. ده انت بتعرفي تشتغلي على الكمبيوتر اهو كمان يعني يا استاذ سهام. اهلا يا استاذ همام. اهلا يا معلم بدران. كيف المعلم راضي اليوم؟ يا رب يكون بخير. راضي باذن الله وبخير. ثانيه واحده هجي له خبر. يا حاج المعلم بدران وابنه الاستاذ همام موجودين. خليهم يتفضلوا. اتفضل. وديهم الخزنه على طول عشان تقبضوا قبل ما تمشوا، وتاني مره ما تاخريش تشوف المرتبات. حاضر يا حاج. اتفضل يا ابو. السلام عليكم. اهلا 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 بالمعلم بدران، تفضل. يا اهلا بيك يا حاج راضي، يا رب تكون مبسوط من شغلنا. هي دي اول مره اديك شغل تنفذه يا معلم بدران. سامع سامع يا همام، الحاج راضي مبسوط من شغلك. الحمد لله، اصل حاج ابوي ساب المشروع اللي فات اقوم به لوحدي. ايوه يا حاج، والحمد لله الباشمهندس صابر مهندس التنفيذ عمره ما اشتكى ان حبه رمل نكسه. عارف يا معلم بدران، صابر قال لي. انا كل اللي يهمني يا حاج راضي انك تعرف ان المعلم بدران خلف راجل بحقه وحقيق. ما شاء الله، وهو في بعد كده رجوله طول بعرض وتملى العين، ربنا يخليه لك يا معلم بدران. بس عيبه انه طيب قوي مع الحريم. تقصد ايه يا ابوي؟ حد يعمل اللي انت عملته مع مرتك. هو عمل ايه؟
طلقها بعد جواز 3 شهور وفات لها الشقة كاملة مما جميعه. طهقت منها يا ابوي طهقت، عينها فارغة ولسانها طويل وأهلها مقويينها. بنت الحاج عبد العليم درويش عضو مجلس الشعب عن الدائرة بتاعتنا. معلش يا همام يا ابني، مسير ربنا حيرزقك ببنت الحلال، بس المهم تكون بنت حلال بصحيح. اظفر بذات الدين تربت يداك، الرسول الكريم قال لنا كده عليه الصلاة والسلام. لا مؤاخذة يا حاج، كنت عايزاك تمجيلي على الأجازة عشان الامتحانات. أسبوعين يا سهام؟ أنا أقدر أستغنى عنك أسبوعين بحالهم؟ معلش يا حاج، البركة في أمل. ده أنا بقالي كذا سنة مش عارف أخد البكالوريوس بسبب الشغل، دي السنة باخدها في 2. وأنتي فاضلك قد إيه يا نسا سهام؟ 2 سقطت فيهم غصب عني السنة اللي فاتت بسبب الشغل. واحنا ما يرضناش انك تسقطي فيهم السنه دي كمان. اتفضلي اتفضلي تعالي يا سهام، هات الاجازه. اتفضلي يا ستي، وادي امضتي وهصرف لك مكافاه 200 جنيه. ايه رايك؟ ربنا يخليك يا حاج. مع السلامه. بيسلمي شغلك لامل، مش عاوزين نحتاس من غيرك. حاضر. بنت حلال بصحيح ما بتهمتش بصراحة، شايلالي المكتب شيل من غيرها بتوه. وأهم حاجة إنها من كسرة وبترضى بنصيبها. خلاص يا عمران، هي أول مرة نيجي هنا؟ واجب عليا يا معلم بدران، ده أنت اللي مشغلني هنا. كتر خيرك يا سيدي، متشكرين. تفضل. ألف شكر. مع السلامة. يلا اركب يا همام، ورانا شغل كتير. هنروح على فين يا ابوي؟ شكلك كان وحش قوي يا ولد صلبي. ليه؟ حصل ايه مني؟ ياك ما شفتش الحاج راضي يتزغر لك كيف وانت بتقول على سهام انها من كسرة؟ فيها ايه دي يا ابوي؟ هي فعلا من كسرة. كلامك في الوقت ده بعد اللي قلناه عن مرتك الهام يدل على انها هي اللي كسراك وفتلها الجمل بما حمل، مش انت اللي كسرها وماشي بخطرك؟ كلام ايه اللي بتقوله ده يا ابوي؟ لا انا ما اقبلش، ولا دك راجل، راجل بحق وحقيق. انا كان ممكن اكسر مناخير مراتي وازلها لغايه ما تقول حق برقبتي. وليه ما عملتش كده ما دام هي مفتريه؟ عشان ابوها حضره النايب، يخرب بيتنا يا ابوي. لا انا عملت الصح اللي ما يقللش ابدا من رجولتي.